معروف. فالأستاذ كريم حسن شحاتة في قناة النهار أعتقد حريص جدا على مناقشة أحوال فريق النادي الأهلي كل أسبوع، ما توقفش عند حد مين اللي غضبان ومين عايز يمشي في كل أسبوع، لا وصل لدرجة مين الأهلي هيجيبه في الفترة الجاية، والكلام في التوقيت ده أعتقد له دلالة مهمة. بس نشوف كريم حسن شحاتة في قناة النهار قال إيه. مجلس إدارة الإسماعيلي بيجبر الكابتن محمود جابر على رحيل ثلاث لعيبة، يعني في ثلاث لعيبة عقودهم هتخلص، أحمد معتصم سالم، وفي كده نية داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اللي هم ما يجددوش التعاقد مع الثلاث لعيبة دول. فيعني في كلام كده والله أعلم الكلام يعني بنسبة كبيرة صح ولا مش صح، إن هم الثلاثة دول يتجمدوا ما يلعبوش أو ما يشاركوش مع النادي الإسماعيلي في الماتشات اللي جاية. وإحنا فعلا الماتشات اللي فاتت ما شفناش المعتصم سالم، ما شفناش عبد الله الشحات كتير، احمد سمير فرج كان بينزل في الشوط الثاني دايما على اساس ان هم يدوا الفرصه للعيبه يكونوا محتاجينها في الفتره اللي جايه. وفي نفس الوقت احنا عارفين برضو ان احمد سمير فرج عنده مفاوضات مع النادي الاهلي، فممكن ينتقل في مركز طبعا الظهير الايسر، دايما بيبقى فيه مشاكل في النادي الاهلي ودايما مستر مانويل جوزيه بيبقى الموضوع ده صداع في دماغه. لكن دلوقتي في ثلاثه في مركز الظهير الايسر في النادي الاهلي، سيد معوض، احمد شديد قناوي، وايمن اشرف اللاعب الشاب. مش عارف يعني، ما اعرفش هل احمد سمير فرج ممكن ينضم الاهلي. يعني لما يبقى الاهلي هيلعب مع الاسماعيلي، وصدقوني لو رجعتوا بالتاريخ في السنين الاخيره قبل ماتش الاهلي واسماعيلي بكام يوم هتلاقوا نفس المشكله في مفاوضات. كريم نفسه اللي قال قبل كده ان احمد شديد قناوي عايز يمشي، دلوقتي بياكد ان احمد شديد موجود وسيد معوض موجود وايمن اشرف موجود، فليه هتجيبوا احمد سمير فرج؟ هو بيجاوب، بيسال وبيجاوب عن نفسه. يعني المساله مساله. وبعدين انا ما اعرفش، انا كنت من اكثر من اسبوع اشدت جدا وقلت صحيح هو عارف يفصل جدا مهنيا بين علاقته بالزمالك وعلاقته بوالده. صحيح. ولا انا شايف ان هو بقى داخل في سكه اسبوعين لا بالعكس. هو دلوقتي في تحامل مستمر اهو، في تصعيد، في تخطيط في الخبر اللي بيقوله زي ما انت بتقول كده. اشمعنى قبل ماتش اسماعيلي يجيب سيره الاهلي؟ طب ما هو انت في كلام برضو ان الاثنين لعيبه التانيين في حديث معاهم مع نادي الزمالك، يعني ده مش شاننا، ما ينفعش نفضل نقول لبعض هذا الكلام يا استاذ ابراهيم. وقبل مباريات جماهيريه لازم نحترم برضو الانديه اللي فيها اللعيبه دي، ما نقعدش نتكلم عليهم ليل نهار. ما هو ده مش تصدير مشاكل النادي الاسماعيلي؟ طب ما نشوف الزميل الاستاذ علاء وحيد مدير المركز الاعلامي بالنادي الاسماعيلي. استاذ علاء مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم باشمهندس، وانا سعيد جدا اني معاكم النهارده عشان حقيقي انتوا بتثيروا الموضوع. كل سنه وانت طيب يا استاذ علاء. الاول حضرتك طيب يا فندم وعيد سعيد عليكم جميعا. طب يا رب. وانت كمستشار اعلامي للنادي الاسماعيلي شايف الحقيقه فين في الكلام اللي انت سمعته؟ اولا انا برد بحاجه بسيطه، مباراه امبارح ما بين الاسماعيلي وانبي، عبد الله الشحات، معتصم سالم، وقال مين كمان، واحمد سمير فرج، الثلاثه لعبوا، والثلاثه لعبوا كمان ايه اساسيين امبارح. هو برضو انا الكريم انا بحترمه جدا وبحبه جدا كاعلامي واعد رائع. صحيح. ولكن لما هو يطلع باسم هذه الثقه ويتكلم ويقول مش عارف، ما فيش حاجه في الاعلام مش عارف، انت عندك مستند، عندك وقائع، قولها. ان ده بيثير بلبله، ومجلس اداره الاسماعيلي اصدر بيان بسبب هذا الموضوع وقال ما فيش تعليمات لمحمود جابر انه يلعب او ما يلعبش، انت محتاج كل لعيب. وبعدين في نقطة تانية برضو، يعني طب ما في كلام طلع ان عبد الله الشحات مضى للزمالك، طب مش معنى ما قالوش؟ يعني انا بعيدا بقى عن الاهلي او الزمالك مع كل الاحترام والتقدير، اتكلم على مصلحة الاسماعيلي. صحيح. ما بيتكلمش عنهم. صحيح. فبقت حاجة منقوصة جدا، الكل دلوقتي بقى بيتكلم يعني بيعمل توازنات الاهلي والزمالك والاسماعيلي في النص مش ممكن. لا لا. اولا انا بقى اؤكد لحضراتكم كل اللاعبين هيتم باذن الله المفاوضات مع محاماه، لان المفاوضات ده عايز ايه ورفض ايه ووافق على ايه. كل اللاعبين، احمد سمير فرج امبارح صرح في الموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي كذب كل الكلام ده بنفسه وقال انا مستني لما يتفاوضوا معايا وحاجات الاسماعيلي. او عمرو السوليه برضه كان في كلام طلع انه خلاص هيروح الاهلي. انا احب اقول برضه واكد، عمرو السوليه اتفق مع الاداره وفي خلال ايام قليله هيجدد للنادي الاسماعيلي مع رفع قيمه تعاقده. يعني مفيش فلوس في النادي الاسماعيلي، ولكن اللعيبه عايزين النادي الاسماعيلي وهم راغبين النادي الاسماعيلي. عشان كده انا بقول يعني الاستاذ كريم انا بحترمه جدا، ولكن الكلام في الفتره اللي فاتت هو حاطط الاسماعيلي يعني عامله تارجت اساسي. وربما يا باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم موضوع عبد الله السعيد، انا واحد من الناس بقيت اطلع اقول استحاله يكون مضى للاهلي، بس في الاخر خالص لما راح وجيته للاهلي
بدا الكل بقى يعني خلاص يتكهن ان كل لا هو راح الاهلي نتيجه ان الاسماعيلي عرضه يا استاذ علاء. استاذ علاء اتفضل يا فندم. هو راح الاهلي نتيجه الاسماعيلي عرضه للبيع لاعلى سعر فدخل الاهلي وقدم عرض وقدم العرض اللي ارضاه النادي الاسماعيلي. هو لو ان الاسماعيلي كان جدد او ما كانش عرضه للبيع طب ما هو اتقال على احمد علي واتقال على سمير فرج واتقال كلهم اللعيبه الكبار دول. ما هو انت عندك لعيبه كويسين ممكن يطلع عليهم اي اشاعات. والنهارده النادي الاهلي اهو مرشحين خمسه منه انه عايزين يمشوا. فهي الفكره كلها هذا كلام خطير جدا على ان احنا نتكلم على مشاكل بين الانديه واللعيبه. وبعدين يتقال ان مجلس الاداره يعني يقول للمدرب عايزين نمشي دول. مش معقوله يعني الكلام ده. انا مع حضرتك باشمهندس وانا اتمنى ان الفتره الجايه وحضرتك يمكن ربطتها قبل مباراه الاهلي والاسماعيلي في القادمه صحيح قبل اي مباراه بيطلع الكلام ده كتير جدا وهيطلع اكتر على فكره. وانا متوقع ليله المباراه هتلاقي كلام ثاني اكتر. بس اتمنى المباراه تعدي بخير وتقام بدون جماهير وتعدي بخير باذن الله. عموما متشكرين على هذا التوضيح وهذه المداخله. شكرا جزيلا الاستاذ علاء وحيد المستشار الاعلامي للنادي الاسماعيلي. باشمهندس كريم حسن شحاته في قناه النهار عن محمود ابو السعود حارس الاهلي. نروح لمحمود ابو السعود حارس مرمى النادي الاهلي اللي ما شاركش خالص السنه دي مع النادي الاهلي. كان دايما المشاركه ما بين شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم. محمود ابو السعود اتفق مع اداره النادي الاهلي اللي هو يروح نادي الاتحاد السكندري في شهر يناير القادم على سبيل الاعاره عشان يبقى عنده فرصه في المشاركه بدل ما هو قاعد في النادي الاهلي وما بيشاركش خالص مع الفرقه. ونروح كمان لكريم حسن شحاته والمره دي عن مانجا. النادي الاهلي بيوافق على او موافقه مبدئيه على اعاره احمد مانجا لاعب خط الوسط في النادي الاهلي الشاب طبعا الى نادي المقاولين. النادي المقاولين كان طلب مانجا اكتر من مره والنادي الاهلي بيدي موافقه مبدئيه وخلال الفتره الجايه يعني النادي الاهلي شكله كده هيوافق ان احمد مانجا يكون لاعب في المقاولين العرب على سبيل الاعاره. وكمان عن احمد السيد وشهاب. النادي الاهلي طبعا نسبه كبيره جدا من مصر او اهلاويه كتير جدا في مصر بيتابعوا اخبارهم حتى الزملكاويه حتى الاسماعيلاويه عايزين يعرفوا اخبار النادي الاهلي في ظل المنافسه القويه في الدوري الممتاز. احمد السيد وشهاب الدين احمد قرروا خلاص الرحيل. قالوا خلاص مستر مانويل جوزيه مش حاططنا في دماغه مش حاططنا في حساباته احنا هنمشي في شهر يناير في بعض العروض اللي جايه لكن لسه ما اتاكدش احمد السيد هيروح فين او شهاب الدين احمد هيروح فين. وشهاب كان جاي له اكتر من عرض. طيب باشمهندس محمود ابو السعود رايح الاتحاد خلاص ومانجا وافقتوا على انتقاله. لا بس شوف محمود ابو السعود اللي ما لعبش خالص اصل جنش بيلعب ماتش وعبد الواحد بيلعب ماتش. ايوه بالظبط. فهو شايف ان محمود ابو السعود ما بيلعبش عشان خالص. ما بيلعبش مانجا شهاب يعني من ناحيه الاهلي عايز يجيب لعيبه بتاعه الاسماعيلي قبل ماتشه مع الاسماعيلي ومن ناحيه عايز يستغني عن لعيبته او لعيبته متضايقه وعايزه تمشي قبل برضو الماتشات القادمه. يا استاذ كريم يا كابتن كريم الزمالك من بدايه الموسم لعب ب 18 لاعب بينما الاهلي لعب ب 20 لاعب. يعني اذا كان الاهلي الذي هو اكثر اشراكا من الزمالك في لعيبته دكته نار الله ماذا عن دكة هذا امر ما يجرجرناش حد. انا متضايق ان انا بقول هذا الكلام بس انا بقوله سبب لماذا تنشغل يا كريم بالاهلي وتقول الناس كلها عايزه تعرف اخبار ما الناس برضو عايزه تعرف اخبار الزمالك وعايزه تعرف اخبار ناس كتير ما بتلعبش في نادي الزمالك. لكن انا بقى هتطوع بالنيابه عنك بس مش بطريقتك هقول ان طبيعي جدا الكابتن حسن شحاته يحاول يثبت التشكيل ويحاول يوصل لاحسن تشكيل ويحاول يلعب ناس وفي ناس لسه دورها هيجي زي ما النادي الاهلي بيعمل كده. فمش هقول له بقى فين فلان وفين فلان وفين فلان اللي هم زعلانين وعايزين يمشوا ما يصحش هذا الكلام صحيح. لان مش دور الاعلام كده يا ابراهيم. صحيح. ومع المنتخب الوطني عصام الحضري أزمة كبيرة. المريخ السوداني رئيس النادي الأستاذ جمال الولي عاتب على اتحاد الكرة المصري أنه بعت جواب عايز يشارك عصام الحضري في المباراة اللي جاية
لمنتخب مصر مع البرازيل في الدوحة يوم 14 نوفمبر والتاريخ بيعيد نفسه. فاكرين مباراة مصر والأرجنتين في القاهرة المباراة الودية الشهيرة في خضم أزمة عصام الحضري مع النادي الأهلي؟ كابتن حسن شحاتة وقتها والجهاز الفني للمنتخب وسمير زاهر واتحاد الكرة تبنوا تماما إشراك عصام الحضري في هذه المباراة ضد رغبة ومشاعر جماهير النادي الأهلي. كريم حسن شحاتة دلوقتي كابتن حسن ساب المنتخب، عصام الحضري نفسه مطلوب للمنتخب نفسه في سيناريو مشابه، لكن كريم النهاردة رأيه مختلف نشوفه. لكن النهاردة وأنا يعني بتابع كده الاختيارات من نسبة مستر برادلي، هو لسه راجل ما اختارش، هو قال هيختار بعد انتهاء الماتشات اللي هتتلعب إن شاء الله بعد اللي هي في وسط العيد، بيستدعوا عصام الحضري. لكن عصام الحضري عنده مشاكل مع نادي المريخ السوداني بقاله حوالي شهر ونص، ما بيتمرنش، عنده مشكلة، عايز يمشي، وموجود هنا في القاهرة ما مش موجود في السودان، ما بيلعبش ماتشات، متخانق مع الإدارة هناك، بيتمرن هنا مع نادي اتحاد الشرطة. فدي اختيار عصام الحضري لمباراة البرازيل، اعتقد دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لحراس مرمى منتخب مصر، ان اختيار عصام الحضري في ظل اللي هو عنده مشاكل مع ناديه، عدم مشاركته في مباريات مع ناديه في نادي المريخ السوداني، وكمان نادي المريخ السوداني انتوا عارفين مشاكل كبيره، فراح باعت ان نادي المريخ مش موافق ان عصام الحضري يلعب ماتش البرازيل. بس هو طبعا نادي المريخ لا يملك، اعتقد نادي المريخ السوداني لا يملك انه يمنع عصام الحضري انه ينضم لمنتخب مصر. لكن النقطه اللي انا بتكلم فيها يا كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ما ينفعش يكون عندي حراس بتلعب، حراس بتشارك في الدوري مع منتظمه مع فرقها، ما بتعملش مشاكل، وتجيب عصام الحضري، ما ينفعش اجيبه وهو متخانق مع ناديه وهو ما بيلعبش وهو مش منتظم وهو عنده مشكله، وراح مركبه على الحراس دي اللي هم المفروض مستقبل مصر في الفتره اللي جايه ولعبوا ماتش البرازيل، هتجيب احباط للحراس اللي بيلعبوا. يبقى لازمه ايه بقى الحراس اللي بتجتهد وبتحاول وبتلعب ماتشات وبتركز مع فرقها؟ باشمهندس انا الحقيقه مندهش جدا، يعني كل اللي فاتكم والكلام اللي قاله دلوقتي ده كوم تاني الحقيقه، يعني ازاي يا كريم ازاي بتنسى هذا الكلام وازاي تتناقض مع مواقفك وارائك بهذا الشكل؟ لما كان الكابتن حسن اللي هو بالصدفه يعني انت ابنه خد هذا القرار ضد رغبه 60% سيدي 65% من مشجعي الكوره المصريه، مش هنقول لل 70 اللي بتزعل الناس، لكن ما حدش قال ساعتها ما تتحداش مشاعر المصريين، جاي النهارده تقول ما تتحداش مشاعر يعني هو بيلعب بره مصر حتى مش عندكش ازمه، يعني وقتها كان الكابتن حسن شحاته عنده ازمه مع جمهور مصر، لكن المره دي لما برادلي يجيب عصام الحضري ما عندوش هذه الازمه مع جمهور مصر، عنده ازمه مع جماهير اخرى. فالنهارده انت شايف غرابه في ان ضم لاعب ما بيلعبش وعنده مشكله مع ناديه وهجيب احباط لحراس مرمى تانيين يرون انهم احق، طب اين كان حق عبد المنصف الذي كان شديد التالق وقته؟ فين حق عبد الواحد السيد نفسه اللي انت بتدافع عنه النهارده وقت مع عصام الحضري كان بيلعب مع منتخب مصر؟ الكلام اللي بتوجهه لزكي عبد الفتاح ما وجهتوش للكابتن، او الكابتن زكي عبد الفتاح ما وجهتوش للكابتن احمد سليمان ليه؟ ما اتكلمتش مع الكابتن حسن شحاته بهذا المنطق الرائع العادل جدا اللي انت بتقوله دلوقتي اللي فيه منطق الحقيقه، ولكن اين كان هذا المنطق وقتها؟ لان كان دي ضد النادي الاهلي فكان كل حاجه مباحه ساعتها. عندك راي تاني؟ ودلوقتي المطلوب رفع معنويات عبد الواحد. وماله؟ على فكره اللي بيقوله الكابتن هو الصح. هو الصح دلوقتي. صحيح. بس انا اللي مضايقني اين كان هذا المنطق الصحيح وقتها؟ وقت ان كان الاهلي طرفا في الازمه. بس كده. اعتقد وضحت الصوره وكل التمنيات ان منتخب مصر يا جماعه. بس في حاجه اخيره عشان نربط كده. هو الزمالك جاب لعيبه كتير السنه دي. مصطفى عبد الستار ومحمود جنش وكريم الحسن وهاني سعيد وحسام عرفات لا قبل كده يعني دول اللعيبه الصاعدين. محمد سعيد وعلى علي وسعيد قطه اللي ما حدش شافه لحد النهارده وصبر رحيل. دول اللي ما لعبوش. ولعيبه ممتازين جدا وما لعبوش. هل نقدر يعني نستسيغ؟ انا ضد ان كل يوم واحد يطلع يقول فين اللعيبه دي؟ فين اللعيبه دي؟ فين اللعيبه دي؟ وبيطلبوا. انا ضد هذا. لكن اللي بيخليني اقول الكلام ده انا بدرجه اكبر انا ضد ان الناس تقعد تتكلم على اللعيبه اللي ما بتلعبش في النادي الاهلي. لان ده طبيعي، ما فيش فرقه ال 18 لاعب اللي بيتحطوا في القائمه يقابلهم 12 لاعب اخر موجود خارج القائمه. أي. بخلاف الناشئين. وان احنا نتكلم يا جماعه دايما بثوابت.
ما هو حق لمانويل جوزيه هو نفسه حق لحسن شحاته.